بعضه غطى بعضه، وبالتالي الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وكور العمامة على الرأس، يعني لف العمامة على الرأس، فجزء غطى جزء، تمام؟ فهنا كلمة يكور يعني بعض يغطي بعض، وتكوير الليل على النهار منسوب لليل والنهار مش منسوب للأرض، لكن الأرض مذكور فيها كل آيات البسط. شكرا، شكرا تمام. دكتورة سناء. أستأذن في ألم؟ حضرتك اتفضلي. شكرا. باشمهندس عصام، كان حضرتك عندك تعليق على ال طيب. انا عايز اقول حاجه، ان الدكتوره سناء المفروض يعني ترد كمان على العلمي، فممكن انا عايزه ارد على تاخد وقت للجزء العلمي. للجزء العلمي اكيد. دلوقتي ولا ابدا انا؟ انا ما ردش على الجزء العلمي. لان هي حقها فعلا ترد على الجزء العلمي. طيب اوكي، هنبتدي من عند الدكتوره سناء، هتردي على كلام الباشمهندس عصام. اولا بالنسبه للناحيه العلميه، لما دكتور عصام ذكر انه الليل والنهار بيمشي على النظام الكروي، لا، الليل والنهار منطقي اكثر على النظام المسطح، لانه اصلا النظام ككل احنا دلوقتي في نظام تم منطقته خلاص. النظام ده نظام عجيب بالنسبه لي شويه، يعني اولا خلى الشمس هي مركزيه المجموعه، وعندنا الارض مجرد كوكب، واحنا خلاص احنا في القران مفيش ذكر ان الارض كوكب، تمام؟ وبالتالي الارض في القران ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه هي منبسطه، ودايما ربنا بيقول السماوات والارض، تمام؟ فانا لما ادمج الموضوع ده بالصوره العلميه، احنا عندنا في القران وسخر الشمس والقمر، تمام؟ فالشمس والقمر هم اللي مسخرين إلينا، ونسبت الحركة للشمس والقمر. الشمس والقمر هم اللي بيجروا على الأرض، الشمس والقمر هم اللي بيتحركوا عليها، وفي نفس الوقت الشمس والقمر مش بالصورة أو الشمس عامة مش بالصورة النجمية المهولة اللي احنا بنشوفها دي، لا، ده هي مجرد جرم أو مجرد جسم زيها زي القمر بيدوروا على الأرض بتاعتنا، وبالتالي من الطبيعي إنه في جزء ليل وجزء نهار. أشكر حضرتك. طيب احنا هندي برضو الباشمهندس عصام دقيقة للرد. طيب دكتور سناء قالت ثلاث نقط، اول نقطة ترتبط بخط الافق. الحقيقة طبعا لو انا عندي تكور كبير قوي زي الارض، القصة اللي احنا مش قادرين نستوعبها ايه؟ ان حجمنا بالنسبة للارض nothing، يعني ولا حاجة. محيط الكرة الارضية حسابيا عند الاستواء عامل حوالي 40,000 كيلومتر، فلما انا اقف في نقطه وابص، هي بالنسبه لحجمي اللي انا طالع فوق سطح الارض حتى لو 10 كيلومتر، وده الطيارات المدنيه بتطير على هذا الارتفاع اللي هو 30,000 قدم، لو 10 كيلو انا بالنسبه لي كاني لازلت على سطح الارض. مع هذا الامتداد الشديد طبيعي جدا ان انا اشوف خط الافق قدامي مش تحت، ومع الغلاف الجوي اللي بيحيط فبشوف كان السماء بتلتقي بالارض. قالت نقطة ان الصور دي مش حقيقية، يعني ايه؟ يعني انا عايز اعرف يعني ايه الصورة دي مش حقيقية؟ ايه الدليل اللي قالته ان دي مش حقيقية؟ انا شايف صورة للارض، النهاردة انا بشوف على جوجل صور للارض، بروح للمكان اللي موجود على الصورة بلاقيه هو هو في اي مكان، طب ازاي دي مش حقيقية؟ الماء مسطح، البحيرة اللي الدكتورة قالتها برضو اقل من 10 كيلومتر لازم هبقى مسطحة، احسب الكلام ده على محيط يتجاوز مساحة الكتل الهادي، ما احسبش على الخطر. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. المحور الثاني او السؤال الثاني، هل يوجد حقا جاذبية للأرض ودليلك على ذلك؟ تمام. أولا بالنسبة لجاذبية الأرض، هي فرضية وضعت للأرض الكرة، تمام؟ فهي أنا بالنسبة لي أنا هي مصادرة على المطلوب، أنا مش محتاجة جاذبية على الأرض المسطحة أصلا، إحنا هنا عقدنا الأمور عشان أثبتنا لها قوانين وأثبتنا لها فرضيات ما أنزل الله بها من سلطان أنا ما كنتش محتاجة لها أصلا. لكن لما أبص على فكرة هبوط الأجسام على الأرض، فهبوط الأجسام على الأرض بتسقط بالكثافة، يعني أنا عندي في أجسام كثافتها أعلى من كثافة الهواء، وعلى حسب النسبة بين الكثافة وكثافة الهواء الجسم بيسقط أسرع، في أجسام كثافتها أقل من كثافة الهواء وبالتالي بترتفع لفوق زي بالونات الهيليوم. لكن لما أبص لعنصر الجاذبية، طب أنت يا عنصر الجاذبية قادر تشدلي الأطنان دي من المية؟ فلقيتهم طلعوا لي قانون تاني بيقول لي إن الجاذبية تتناسب طرديا مع الكتلة. طيب الجاذبية اللي تتناسب طرديا مع الكتلة ديت قادرة تشدلي أطنان من المية، وقادرة تشدلي غلاف غازي يحيط بالأرض، تمام، لكن غلاف غازي مرتبط بالفضاء، يعني انا ما شفتش ده
بالمنطق ولا بأي حاجة في حاجة اسمها غلاف غازي مرتبط بالفضاء. أصلا فكرة وجود فضاء أمر لا منطقي بالمرة، مكان مفرغ من أي شيء، يبقى بالتالي هيعمل سحب. هتقولي كده، دي بقى بالتجربة العلمية، هتقولي مثلا صندوق أو أي حاجة وحطوا جواه أي جسيم قابل للتمدد واسحبوا منه الهواء، وريني بقى الجسيم ده هيستحمل لحد فين. الجسيم هينفجر في ساعتها. ما ينفعش ان يبقى في حاجه اسمها فضاء اصلا او مكان التقاء الغلاف الغازي بالفضاء، دوت مش موجود عندنا. تمام. بالنسبه لموضوع الجاذبيه، الجاذبيه ما فيش تعارض خالص انه في للارض موجات مغناطيسيه او موجات كهرومغناطيسيه، لانه لازم في الارض في نوع من انواع الطاقه بتنتقل، وبالتالي ما دام في طاقه وفي ايونات وفي موجات، في شحنات وموجات كهرومغناطيسيه موجوده على الارض، لكن مش هي ديت الجاذبيه. اللي حاصل انه الاجسام بتسقط على الارض لان ببساطه في اعلى وفي اسفل. انا بشكر حضرتك. طبعا لا مش علق على كلام، انا كلام اضيفه بس. لو تفضلت اتفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لازم ننتبه أن الرؤية